معنا الآن من مدينة لفيف بغربي أوكرانيا مستشارة وزارة الإعلام والثقافة الأوكرانية فالنتينا أكسونوفا. سيدة أكسونوفا، مرحبا بك معنا في هذه التغطية على سكاي نيوز عربية. نود أن نتعرف منك على يعني ما يجري حاليا سواء في لفيف وعلى وجه الخصوص في كييف، لأن هناك معلومات اليوم على أنه الحشود الروسية تزداد تأهبا ربما لعملية اقتحام للعاصمة الأوكرانية. السلام عليكم. Thank you for having me today. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. إن الوضع في لفيف بالمقارنة مع كييف هو أكثر هدوءا، إلا أنه حصل بعض الأحداث في المطار. حصل قصف بصواريخ على مخزن لصيانة الطائرات، بالإضافة إلى ضربة أيضا قرب مدرسة، وهي في الواقع مدرسة ابني، أو كانت مدرسة ابني. هذا مؤسف جدا ومحزن، بالإضافة إلى أن الوضع حول كييف هو صعب جدا، خاصة في الأيام المقبلة، لأننا نرى أن الجيش الروسي يقترب أكثر فأكثر ويتموضع، وبالتالي هناك تغيير أو تحضر للهجوم في محيط كييف، خاصة في الشمال والشمال الغرب، شمال غربي لكييف. أيضا لن نتفاجأ طبعا بأن الجيش البيلاروسي سوف ينضم قريبا إلى الجيش الروسي في اجتياح أوكرانيا، وبالتالي هناك 70,000 جندي جديد سوف يحاولون اقتحام كييف، إلا أن مدينة كييف جاهزة إلى حد كبير، ونعتقد أنه سيكون من الصعب جدا لهم أن يستولوا على العاصمة. دعيني أسألك سيدة أكسونوفا عن مسألة بيلاروسيا، لأن بيلاروسيا منذ بداية هذه الحرب وهي تقول نحن لسنا طرفا فيها على الأقل بشكل معلن أو بشكل مباشر، هل لديكم معلومات في الحكومة الأوكرانية بأنه بالفعل هناك مشاركة بيلاروسية في هذه في أعمال القتال، أو على الأقل ستكون هناك مشاركة ربما في الأيام القادمة؟ فيما يتعلق بالموقف الحيادي لبيلاروسيا الذي أعلنوا عنه، هذا أمر سخيف بالفعل، لأنها منذ بداية الحرب هي قاعدة للروس، لطياراتهم، لمركباتهم، لكل شيء، وللجيوش، الجيش الروسي أيضا. في الواقع إن بيلاروسيا مشاركة في الغزو منذ اليوم الأول، إلا أننا نتحدث الآن عن الجيش البيلاروسي بحد ذاته الذي سوف يشارك في عملية الغزو. وبحسب المعلومات الاستخبارية الأوكرانية، بالفعل هناك احتمال كبير جدا بأن يحصل ذلك في الأيام القليلة المقبلة، والاتجاه المعتمد سوف يكون منطقة راس. سيدة أكسونوفا، قبل الفاصل كنت أسألك عن المشاركة البيلاروسية، على الرغم من أن بيلاروسيا تقول أنها ليست طرفا في هذا النزاع، إلا أنكم يعني في أكثر من مناسبة تؤكدون على هذه المشاركة، هل لديكم معلومات مؤكدة على أن هناك مشاركة فعلية لبيلاروسيا في هذه الحرب؟ بحسب المعلومات الاستخبارية، نعم سيكون هناك مشاركة فعلية للجيش البيلاروسي في الأيام القليلة المقبلة، وهم يتحضرون، ونعرف أنهم يقومون بالاستعدادات مثل الجيش الروسي وينسقون يعني مع الجيش الروسي، ونرى أنهم سوف يشاركون في غزو أوكرانيا بشكل مشترك على جبهة مشتركة. هذه هي المعلومات التي لدينا يعني من مصادرنا الاستخبارية. كما سبق وقلت، لطالما كانت بيلاروسيا منذ بدء هذا النزاع قاعدة للجيش الروسي والطائرات الروسية. طيب، الرئيس زيلينسكي يكرر تقريبا بشكل شبه يومي على أنه يعني يرغب في التفاوض مع روسيا، يرغب في لقاء الرئيس بوتين إلى آخره. ما الذي يأمل الرئيس زيلينسكي برأيك في التوصل إليه من خلال هذه المفاوضات التي لحد الآن على الأقل لم تحرز الكثير من التقدم؟
كما نرى أن السلوك الروسي هو بالادعاء بأنها تفاوض، هم لا يفاوضون في الحقيقة. كما سبق وقال رئيسنا، هو حاول أن يتفاوض وأن يكون هناك مخرج دبلوماسي لحل لهذا الوضع في دونباس منذ أن أصبح رئيسا، إلا أنه لم تحصل استجابة من الطرف الروسي، وبعد ذلك حصل هذا الغزو. إلا أن رئيس أوكرانيا والحكومة الأوكرانية ما زالوا لديهم أمل بحل هذه الأزمة بشكل دبلوماسي، إلا أننا لا نرى محاولات جدية من الطرف الروسي، بل فقط مناورة. فيما يتعلق بالشروط سيدة أكسونوفا التي وضعتها روسيا باتت معروفة الآن فيما يتعلق بإنهاء هذه الحرب، هل أوكرانيا على استعداد لقبول هذه الشروط كما وضعتها روسيا اليوم؟ هذه هي رؤية الأمور من الناحية الروسية، ولكن ليس هذا المنظور الأوكراني، ليس هذا منظور دولة أوكرانيا. كما ذكر الرئيس الأوكراني اليوم، هناك بعض النقاط حيث لا مساومة بالنسبة للأوكرانيين وللحكومة الأوكرانية، ومنها أولا وأخيرا سيادة دولة أوكرانيا ووحدة أراضيها. لا يمكن أن يحصل تنازل في هذا الموضوع، بالإضافة إلى ضمان أمننا. لا يمكن أن نساوم فيما يتعلق بأمن أوكرانيا. روسيا لديها الكثير من النقاط الأخرى، ولكن هذا رأي روسيا ومن منظور روسيا. ولكن إذا ما رأينا أو إذا ما قرأتم أي أخبار عن استعداد الطرف الأوكراني لقبول هذه الشروط السيئة بالنسبة لأوكرانيا، هذه مجرد معلومات مضللة من الطرف الروسي وليست أخبار حقيقية، لأن هذا يعطيهم الهامش الكافي لتفادي العقوبات الجديدة. شكرا لك فالنتينا أكسونوفا، مستشارة وزارة الإعلام والثقافة الأوكرانية، كانت معنا من الفيفا.